خلينا نرجع نحن وياك لأسماء بعض القرى أو بعض المدن. يعني نحن عندنا كذا قرية بلبنان بتبلش بكفر. صحيح. كفر شيما، كفر حورة، كفر دبيان. إنه شو بتعني كفر تنقلهم للناس؟ كفر هي كلمة آرامية. نعم. يعني مكان التجمع. كفره هي مكان تجمع، مطرح ما تجمعوا عطوا الاسم. بس انت شكي بدك تعمل، رح تسمي بس كفر حسب شو فيه بالمنطقة. كفر ياسين، ياسين يمكن القمر أو شخصية اسمها ياسين. كفر شيما ضيعت المشاهير. كفر دبيان، دبيان الضبيان يعني، هن الغزلان. نعم. طب عندنا كمان ضيع كتير، برج رحال، برج البراجنة. البرج ليه كان في برج بهذا الضيعة؟ يبقى تنفهم ليه في تسميات كتير برج. بدك بتلاحظ انه اغلبيتهم على الساحل، اغلبيتهم. نعم. ليه؟ بإطار تبدل الوضع السياسي بنهاية القرن الثالث عشر، خلصت الفترة الصليبية، قضيوا عليهم المماليك. وصلوا المماليك على المنطقة، كيف بدي سيطر وبدي أضمن أنه أنا ضابط الأمن. تفهم التحدي تبعهم، الصليبيين سحبوا على قبرص، يعني بيضل فيهم يهجموا على السواحل. فمراكز المهمة بدي وصل الخبر، بدي وصل الخبر على طرابلس، على دمشق، على بعلبك، وعلى القاهرة على العاصمة. ما في واتساب، ما في ابعت ميل بليز فايند اتاتش، ما في طيران، في هجوم، ما في طيران. طريقه هي بدي استعمل الابراج، عمروا سلسله ابراج بالاخص على السواحل بالمناطق الاستراتيجيه. وهلا ابراج بيحكوا مع بعض، بيحكوا مع بعض بلغه النار، نار كانوا يولعوا نار تيوصلوا. فهالابراج المملوكيه اللي منهم بعدها موجوده، برج النقورة بعده موجود، برج السباع بطرابلس بعده موجود، في بقلب طبيه، في مال يوسف البرج اللي هو جزء من الكنيسه، مرتفع يعني عالي كمان، على مرتفع استراتيجي اساسي اللي هو ممر نهر الكلب. هلا تنروح مثلا على كثير عن ضيعه بتبلش بعين، هل هي عين لانه المقصود فيها عين المياه؟ انت بتعرف انه البحث عن المياه هو اساسي لاستمراريه الحياه. نعم. فالانسان القديم الماي ما بتوصله لبيته مثل هلأ، ما في كل الشبكة البنية التحتية، بده يروح ويجيب الماي أو بده يقعد حدا. فإذا بتطلع معظم القرى بالمنطقة تبعنا مبنية حد عين. نعم. وهيدا العين بسميها بحسب أو الخصائص تبع المنطقة، عين طورة بالأرامة، عين الجبل، عين طورين، عين الجبل الصغير، الصغير. صحيح. عين الدلبة، في دلبة حد العين، أو عين الصفصافة، عين التفاحة، عين الخروبة، بيبقى في شجرة حد بيسموه اسم العين، أو بعطي اسم شخصية، عين حمد، عين زبدة مثلا، لأنه كان تطلع هيك تفقش الماء بيضة، رغوة، كان رغوة مثل الزبدة. كمان في عنا مثلا حدث، يعني حدث أو الحدث بيسموه الحدث، هل هي المدينة الجديدة؟ شو المقصود فيها؟ كيف نحن هلا نقول نيو نيوز هايلي، نيو روضة، هي الحدث، هي المنطقة الجديدة. هلا ممكن يكون كمان هيدا اسم الإله اللي منسميه بعل، إله العواصف، هو اسمه حدد. خلينا نروح شوي على أسامي محافظاتنا اللبنانية أو بعض جبالنا اللبنانية، شو مصدرها؟ خلينا نبلش من الشمال، أكان الجبل أو أكان المحافظة. يعني جبل المكمل أول شيء، شو له إذا بدنا نفسره باللغات السامية، مقام إيل، مكان مقام الإله إيل. هلأ بالنصوص الأوغاديتية مكمل صار مقام، صار إيل. مقام إيل صار مكمل مع الوقت، يا بتسهل اللفظ يا بيتبدل، لأنه هذه الديانة اختفت. معد إيل ما عاد هو إيل وبعد. بس بالنصوص الأوغاديتية بيشيروا أنه في يمكن يكون هيدا هو الجبل اللي هو السكن تبعه. عكار، محافظة عكار، عكار في دايما ولا مرة بنكون أكيدين 100%، في شخصية الأمير. نعم. محرز ابن عكار. وفي اللي هو كان حدا كتير مهم بالعصور الوسطى، وفي كمان تاخدها لغويا الأرض السوداء، الأرض الخصبة. تننتقل على منطقة ثانية، المنيطرة، جبل المنيطرة، من النطرة، مكان مركز انتظار المراقبة، لأنه عندك طريق الأساسي إذا بتطلع على عقورة في. نعم. درجة مرسى معان. صحيح. هيدي طريق من الفترة الرومانية استراتيجية، تربط بعلبك بالساحل، بالسهل، فبدك مين يراقب. وبالمنيطرة كان في قلعة المنيطرة اللي اندثرت هلأ، اللي هي بتتحكم بالطرقات، ولا بيسموها جبة المنيطرة وجبة بشرة. الجبة هي أول شيء تسمية العلاقة بالمرتفعات، هي إلى جبة، هي مكان بيشبه حرف الأو بالأبجدية اللاتينية، جبال مسكرته من ثلاث ميلات ومفتوحة على ميلة، هيدي الجبة. هلأ بالفترة المملوكية الجبة هي وحدة إدارية،
نعم. جبة بشراي هيك نعم. كانت اللفظ، هي وحدة إدارية كان بيحكمها مقدم بشري صحيح. بالمنطقة وبقيت في جبة المنيطرة وجبة بشري مش هناك في بلدة كتير مهمة حدث الجبة. مننقل نروح على كسر وين، منبلش بجبلة جبل صنين يلي هو امتداده على جبال وعلى المتن. صنين له شيء معنا، ممكن يكون يعني الجبل البارد لأنه في ثلج. إذا رحنا على القضاء، قضاء كسر وين، هلأ في كتير جدل على التسميات لأنه ما منعرف، بس ممكن يكون جاي من الكسر لأنه جبالها مكسرة، على الأرجح هي أنه جبال صعبة والممرات طبعا وعرة وعرة كتير. إذا رحنا على المتن، المتن شو بالعربي المرتفع المرتفعات على متن الأرض، يعني على شوي على شوي هيدو هيدي منطقة استراتيجية، عندك الطرقات الأساسية بين بيروت وصيدا ودمشق والبقاع، تقطع بالمتن تقطع بمنطقة تانية كمان تسميتها يعني المرتفعات. شوف على الرغم من الأسطورة الحلوة إنه هي جاية من شوف نظر شوف نعم. طلع قدي حلوة هالمنطقة، هي جاية من الأشواف يعني المرتفعات، شويفات تصغير لإلها لبلاتو. المتن بالأصل هو المنطقة اللي فيها هلأ رأس المتن. نعم. لحديت نهر بيروت هي كانت كسر وين بالفترات المملوكية بأوائل الفترة العثمانية، بعدين تغيرت. مثلا بقلب المتن عندك منطقة اسمها القاطع، صحيح قطعت، هيدي هيدول كلهم تسميات إدارية بس كانوا لا بين كسر وين والمتن يقولوا راي على القاطع، يعني على القاطع المنطقة الثانية. استخدمت لفترة كثير طويلة ما عادت إدارية، صارت اسم مناطق.